مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. اليوم رفيق عبد الرحمن طلب مني اني اساعده بوجبات الخير، فان شاء الله اليوم رح نعمل كباب مندي. كيفك عبد الرحمن؟ الحمد لله تمام، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وان شاء الله النهارده بنعمل وجبات الخير، وسليمان قال لنا يعمل لنا حاجه اسمها كفته هندي. كباب هندي سوري. وان شاء الله يعني هيبقى حلو على العيال، يعني سليمان كل حاجته ما شاء الله حلوه، وكل سنه وانتم طيبين. لحتى نجهز كباب هندي لعشر أشخاص بيلزمنا كيلو لحمة مفرومة، بصل مقطع. هون أنا عامل نوعين من البصل المقطع، مو ناعم، متوسط الحجم، وجوانح أو الشرحات، يعني هاي مشان الصلصة وهي مشان الكفتة. يعني كم يعني قول لهم برضو قد ايه يعني تقريبا ليش كيلو؟ هلا هيك هون بتصير على حسب الرغبه. انا مثلا بحب يكون فيها بصل منيح فاهم كثر، هون تقريبا شي خمس بصلات تقريبا الكيلو، لانه البصل هيك كبير. تمام. عندنا باقه بقدونس، عندنا كيلو ونص طماطم، عندنا فلفل اخضر تقريبا الكيلو كمان. البهارات هي فلفل اسود، كزبره، بابريكا، وكركم. هلا بدنا نجهز اللحمة، نضيف اللحمة نضيف البصل اللي هو صغير بس صح؟ أيوة صغير، نخليه في الآخر. الثاني حنحطه بالصلصة. تمام. بصلات، هلا نضيف البقدونس. سليمان ده هيتعمل معاه اكل ايه؟ يعني هيتاكل كده بس ولا بيتعمل معاه رز؟ لا انا رح اعمل معاه رز بشعيري. حلو. هلا ليك ممكن انك تساوي معاه تاكله بالعيش. بالعيش يعني هي لانه رح تكون كرات يعني ومع صلصه وكده، فممكن انك تاكله بالعيش. بس يعني في الناس اللي بتحب الرز اكتر، يعني بتحب الرز. انا حاعمله بشعيري. انت بتعمل بسمتي بشعيري؟ لا دي اول مره اشوفها بصراحه. انت ما بتعمل بشعيري؟ لا بسمتي مش شعريه، الشعريه اللي هو الرز المصري الصغير اللي هو الحبايه الصغيره. حلو. مع بالله كفتلة. يعني ايه فتلة دي؟ كفتلة يعني سكبلة، طفلة، حطوا لها بعد يعني كالعادي؟ تمام. يلا ايه حطوا عن رشن رشن وسلا. شكلهم حلو. يلا 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 تمام. يلا هلا بعد ما خلطناهم منيح وجمعناهم منيح قلبناهم كويس. بعد ما قلبناهم منيح صار لازم شو نشكل الكرات، فبنجيب صينية ثانية. هلا مشان نحطهم على الفرن بعدين. ايوه بنعمل كوات الحجم اللي انت بدك اياه، يعني مثلا بدك اياها كبيرة، بدك اياها متوسطة، صغيرة. ايوه نعمل هيك كرات، فينا هيك استخدام الايد الثانية مشان يطلع شكلها حلو. حتى بس نحط طول بقى أيوة. نرش شوية زيت يعني شوية زيت. هلا بس نرصهم ونرش عليهم شوية زيت ونفوتهم على الفرن. شايف عبد؟ يعني انت الكميه اللي بدك اياها الحجم اللي انت عايزه بتقدر تعمله عادي. تمام. شكل الشكل اللي بيناسبك. هلا في ناس تعملها اصابع، عرفت شلون؟ ايوه يعني في ناس تعملها اصابع، في ناس تعملها كوار. كويس وكذا كويس. انا بحب الكوار اكثر بصراحه. يعني كوار حلوه. هلا بعد ما كورنا الكوار بنحط لهم شوية زيت، شيء انه لانه بتعرف انت اللحمة فيها بالاصل بتنزل يعني بتنزل دهون. تمام. هيك شوي صغيرة وبنفوتها على فرن حامي لمدة تقريبا 20 دقيقة مثل ما قلت لك من شوي، انا لانه بدنا نرجع شو نطبخها. تمام. بتعمل معها صلصة ثانية بعد ما تخلص. تمام. هلا بدنا نساوي الصلصة، فبنحط شوية زيت مشان نقلل الخضرة، بعدين بنضيف البصل، الشرحات اللي نحن مقطعينها من قبل،
عبد الرحمن بالله فين الملح؟ بالهندا؟ كثير؟ ايوه لا نحط شوية ملح عشان البصل يذبل. بس نحس ان البصل دبل معانا شوي فورا نحط طريقته فلفل اخضر او شريط لفل كمان ندبلون شوي هلا بعد ما دبل البصل والفليفله منضيف البندوره هلا بنتركها على الغاز لحتى تعقد معانا ماشي بعدين عاد رح نحطها بالصينية ونحط الكرات الكفتة اللي طلعت فوقيها. معنا فوقيها ندخلها الفرن تقريبا 10 دقائق كده وكده وكده تعمل الرز بقى هلا بدي اعمل الرز يا عمي هلا بما انه بمصر ما بيعملوا البسمتك شعرية فانا شو كيف مساوي هذا هلا بسوريا بدنا مساوي معنا شو بساوي انا بعين مثلا قديش مثلا انا هون حاطط 6 كاسات 6 كوبايات بهاي الكباية حط 6 كبايات هون بعدين بدنا نقعر بمي هلا هون انا بالكاتل عم سخن مي سخن مي في الكاتل تمام بدي نقعر بنقعر تقريبا 10 دقايق بمي مغلية مي مغلية تمام قبل ما تقطع النار اصلا قبل تمام بس بدي نقعر بدي اغسله يعني بعدنا بنقعر تقريبا 10 دقايق بغسله بصفيه منيح من المي يعني هلا بنشوف الخطوات شلون وبعدين بس اهم فكرة انه شو بنقع هلا بعد ما غلت الماء عبد شو بنعمل؟ نضيف فائت ايوه فائت الرز بحيث شو انه نغمر الرز بالماء نحرك الرز مشان ما يجبع على بعضه هلا بدنا نساوي الرز فبنضيف شوية سمنة هلا البسمتي بياكل سمنة منيح يعني كون هو ناشف فبنكتر شوي بنضيف الشعيرية هلا بعد ما تحمرت الشعيرية معانا لازم نضيف فوقيتها 12 كاسة مي مغلية او ساخنة يعني هلا ضفت انا ملح بعد ما ضفت المي وهلا عم ضيف شويه كركم مشان يعطيني شويه لون اصفر هلا بعد ما غسلنا الرز قام نضيفه فائت المي ونتركه تقريبا ربع ساعه ل 20 دقيقه حسب بس نشف ميته وقت عاد بنعرف انه جاهز تمام هيك هلا الصلصه او الصلصه تعقدت بنفس الوقت اللي كنا عم نطبخ فيها بالضبط تقريبا ثلث ساعه زيها تمام نحن بناخذ هلا صينيه بنزل الصلصه ايوه لا تحفه بنزل الصلصه ايوه بعدين بنصير ناخذ كرات طيب مثل ما قلت لك انا هلا هاي
مونديات عادوا يعني فينا نزرع. انا بحب الساسه، ليش لا حلوه اصلا، مخصوص او شوربه والبهاريز بتاعتها دي. الساسه هاي انا بحبها، بتعطي دسامه طيبه يعني. هلا بس تحطها على الرز بتعطي طعم طيب، مثل ما انت قلت انه لحمي بلدي. يعني بالضبط بستفيد منها. عاملين عليها هاي مثل ما قلتوا من رجعها هيك من حزة شوي. بحيث انه تتغلغل في هندي كفتة هندي. كفتة كباب هندي. كباب هندي. يلا نحطها بالفرن وعشر دقايق ومن طالعة. هلا بعد 10 دقائق الصينية صارت جاهزة. الله يسعد ايدك، حاجة كده جميلة يعني. شو رأيك يا عبد؟ لا لا جميلة والله، شو شكلها حلوة أوي. نقدم دلوقتي بعدين إن شاء الله نفطر ونجوم ونقول لكم الطعم عامل إزاي، بس هو شكله جميل أوي. يلا إن شاء الله. هاي الرز جهز، يلا هلا بدنا نبلش نعبسهم. بسم الله.